دور العلاج المناعي في علاجات أورام الثدي، وخاصة موضوع الثلاثي السلبي. الأدوية المناعية كانت ظهرت طبعا من فترة، وتستخدم في أكتر من أنواع يعني من الأورام، خاصة أورام الرئة وأورام الجلد بصفة خاصة، وجايبين نتائج ممتازة. في طبعا بيستخدموا في كذا نوع تاني من الأورام، القولون والرحم وأكثر من نوع، ولكن والكبد طبعا، والكبد والكلى برضو العلاج المناعي جايب نتيجة كويسة. لكن طبعا الجزء اللي بيهم ناس كتير وهو أورام الثدي، وطبعا بتمثل جزء كبير أو شريحة كبيرة من المرضى، هل العلاج المناعي بقى اللي هو جايب نتائج كويسة في أورام تاني أو أنواع أورام مختلفة، هل مفيش بقى منه فايدة أو أمل في موضوع الأورام الثدي اللي هي بتمثل أكتر الأورام شيوعا سواء في مصر أو بره مصر؟ بصراحة العلاج المناعي اتجرب كذا مرة، وكان ظهر تجربته قبل كده خاصة مع الثلاثي السلبي، وكان علاج الاتيزوليزوماب اللي هو تريسنتريك، وكان يعني جاب نتائج كانت شكلها مبشرة، ولكنها بعد كده لقينا ان هو نتائجه مش قد كده او مش على المستوى المطلوب طبعا مقارنة بسعره العالي جدا. طيب بعد كده ظهر بقى الكترودا اللي هو البيمبرولوزيماب، وظهر ليه نتائج مبشرة جدا في مرضى اورام الثلاثي السلبي، سواء اتاخد لوحده وده اقل شيوعا شويه، او اتاخد مع علاج كيماوي زي الباكليتاكسل اللي هو التاكسول، او الجمزار اللي هو الجيمسايتابين، ممكن يتاخدوا مع بعض، ممكن كمان يتاخد لمده تصل الى سنتين. هل جاب نتائج كويسه؟ جاب نتائج كويسه طبعا في اورام الثلاثي السلبي اللي هي غير قابله للاستئصال الجراحي او المرتده، يعني حد حصل له كان مثلا عنده ثلاثي سلبي ولا قدر الله المرض ارتجع مره تانية، سواء ارتجع موضعيا او ارتجع ب ثانويات في مكان تاني، او من الاول او من الاول خالص كان الموضوع منتشر لمكان تاني غير الثدي بشكل ما ينفعش معاه العلاج الجذري. فالثلاثي السلبي من انواع الاورام، وقلنا يعني ايه ثلاثي سلبي قبل كده، اللي هو الهرمونات اللي هو الهرمون الاستروجين والبروجستيرون دول سلبي، يعني طالعين 0/8، وزي ما قلنا ان في ناس كمان ممكن نعتبر لغايه 2/8 اللي هو فيري ويك، ده ممكن نعتبره سلبي. ولكن خلينا نقول نتفق ان الثلاثي السلبي هو اللي تكون مستقبلات الهرمونات على الخلايا السرطانيه سلبيه اللي هي استروجين وبروجستيرون، ويكون الهيرتو برضو سلبي او سكور بتاعه زيرو، لان برضو سكور 1 دخلنا في قصه تانيه، هي ممكن برضو طبعا بيجيب نتائج في السلبي اللي هو سواء زيرو او سكور 1 او سكور 2 اللي عملنا له فيش وطلع سلبي، برضو الدواء الادويه المناعيه جابت نتيجه، ولكن الاكثر اهتماما او في بورك الاهتمام هو الهيرتو سكور زيرو اللي هو سلبي تماما. فالمرضى الثلاثي السلبي يستفيدوا من العلاج المناعي اللي هو البيمبروليزوماب اللي هو اسمه في السوق الكترو، على مستوى اللي هو جودة الحياة وتأخير أي مشكلة ممكن تحصل من الورم، ونتائج تانية أحسن كتير من نتائج كتير أحسن من إن أنا ما أضيفوش أو أعتمد بس على العلاج الكيماوي. طبعا الثلاثي السلبي ليه يعني استخدامات لأدوية تانية كتير، وساعات بنعمل له طبعا بتاع ده جينيتك تيستنج، لازم نعمل، مش لازم يعني، في بعض الأحيان بنحتاج إن احنا نعمل ان احنا نشوف الجينات بتاعه المريضه هل فيها تحول، ولو فيها تحول جيني زي البراكا ممكن نلجا لادويه تانية زي البارب انهبيتور وزي البرانزا وادويه تانية، ولكن النهارده خلينا نتكلم بصفه اكتر على العلاج المناعي. العلاج المناعي برضو الكترو ده الجديد بقى ان هو بيستخدم في الحالات يعني ولا ارتجاع ولا انتشار ولا هو غير قابل للجراحة، في الايرلي بريست كانسر او اللي هو الحالات اللي بتبقى مش معقدة يعني، ولكن ممكن تكون متقدمة موضعيا شوية. يعني دلوقتي عيانة انا ممكن اديها نيو ادجفنت كيموثيرابي اللي هو العلاج ما قبل الجراحة لمرضى الثلاثي السلبي، علاج ما قبل هنا نضيف الكترودا للعلاج الكيماوي.
بيبقى في صورة ان احنا بناخد 8 جرعات، فبنضيف مع الثمان جرعات دول اللي هو 4 اي سي اللي هو الدواء الاحمر و4 التاكسوتير، وسواء هضيف مع التاكسوتير كاربوبلاتين او لا، ممكن اضيف كمان الكترودا البيمبرولزماب لمدة 8 جرعات كل 21 يوم. بعد كده بعمل الجراحة، بعد كده بدي برضو الكترودا تاني كل 3 اسابيع لمدة 9 جرعات، او كل 6 اسابيع لمدة 5 جرعات. برضو لقوا ان الموضوع ده طبعا ده بعد الجراحة، لقوا ان الموضوع ده بيقلل جدا من فرص الارتجاع، بيزود كمان حاجة اسمها الباثولوجيكال ريسبونس، يعني يزود ان المريضة لما تاخد العلاج الكيماوي مع العلاج المناعي ان هي توصل للكمبليت ريسبونس او حاجة اسمها شفاء تام للورم، الخلايا السرطانية يقضى عليها تماما بنسبة 100%. فخلينا نتفق ان العلاج المناعي الكترودا او البيمبرولزماب جاب نتيجه كويسه في مرضى الثلاثي السلبي. طب هل بيستخدم لمرضى الهرمونات اللي هي الايجابيه الهرمونات او ايجابيه الهيرتو؟ ممكن يستخدم، ولكن في يعني في مراحل متقدمه من العلاج، يعني ممكن يبقى الخط الثالث او الرابع في العلاج، ولسه برضو الابحاث مستمره لان نتائجه لسه في الخصائص المرضيه دي لسه مش يعني مش ما وصلناش لحاجات ان احنا ندي بيها يعني زي توصية قوية ان احنا ناخده في الانواع دي من الاورام. ولكن التوصية اللي طلعت وتبلورت في السنة او السنتين اللي فاتوا هو استخدام العلاج المناعي في المرض الثلاثي السلبي، سواء كان المرض هدي علاج ما قبل الجراحة اللي هو متقدم، ممكن يكون متقدم موضوعيا شوية، هدي الثلاثي السلبي قلنا 8 جرعات مع الكيماوي وبعدين اكمل بعد العلاج 9 جرعات كل 21 يوم، او في المرضى اللي حصل لهم ارتجاع او المرض غير قابل للاستئصال الجراحي، او حتى في هو منتشر من البدايه، بضيف برضو العلاج المناعي الكترودا كل 3 اسابيع مع العلاج الكيماوي سواء تاكسول او جمزار او انواع كيماوي تانية. وهنا برضو جاب نتائج افضل كتير على مستوى ان الورم ما يرجعش تاني او الورم يتحسن او حتى نوصل لتمام الشفاء في المرضى ما قبل الجراحة. طيب هل البينيفيت او هل العائد اللي انا هاخده من العلاج ده يستاهل السعر الكبير اللي انا هدفعه؟ والله السؤال ده اجابته هتختلف طبعا من حد للتاني، لان العلاج المناعي مكلف جدا، وفي حالة مثلا ما هاخده في المرضى اللي هو ما قبل الجراحة هاخده تقريبا 17 جلسة، الجلسة تقريبا داخلة في 100,000 جنيه مصري او معرفش بره، ممكن يبقى اغلى كمان، فهتبقى طبعا حاجة مكلفة. ولسه لغاية دلوقتي طبعا التأمين او بعض التأمينات مع الشركات، وطبعا نفقة الدولة مش بتوفر العلاج ده على في الاندكيشن ده او في الاستخدام ده في مرضى اورام الثدي. واستخدامه في بقى العينين التانيين بيبقى حاجه اسمها اب تو ديسيز بروجريشن، ممكن يقعد لغايه سنتين، فسنتين طبعا كل 3 اسابيع هيبقى برده سبع يعني تقريبا حاجه و30 جلسه، فبرده طبعا حاجه مكلفه جدا سواء على نفقه الشخص او على حتى على نفقه الدوله او نفقه التامين، اللي برده لسه ما فيش موافقه لاستخدامه مع النوع ده من المرضى، ممكن يكون بيستخدم في انواع اورام ثانيه. طيب هل بقى ناس تقول مثلا انا خلاص هبيع اللي ورايا واللي قدامي واجيب واضيفه للعلاج عشان اخد بنفيت احسن؟ برضو لسه الموضوع مش مستاهل لهذه الدرجه، لان احنا برضو بنقول ان هو مش العلاج السحري او العلاج اللي هيوصل للشفاء بنسبه 100% او هيمنع الارتجاع بنسبه 100%. هو طبعا ليه فايده وهيضيف فايده، ولكن لو ما فيش مقدره ماديه يبقى نكتفي اللي هي البروتوكولات المستخدمه او البروتوكولات الشائعه واللي بتجيب الحمد لله نتيجة كويسة جدا. ولكن لو في إمكانية مادية أو إمكانية إن حد يغطي إضافة العلاج المناعي للعلاج بتاعنا في مرضى أورام الثدي الثلاثي السلبي، فده بيكون فرصة أفضل ولو بنسبة معقولة.